والبداية دايما مع الفقرة الخدمية اللي بنبتديها مع حضراتكم دايما بحالة الطقس حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية. النهاردة الطقس هيبقى فيه استمرار في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، يعني الحمد لله يوم من بدايته كده يوم لطيف إن شاء الله. هيبقى فيه انخفاض على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع كمان هيكون فيه طقس حار رطب نهارا شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. هيبقى شديد الحرارة، احنا متعودين طبعا صيفا على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء. كمان متوقع ان هيبقى في استمرار في ارتفاع في نسب الرطوبه، وهي دي المشكله الحقيقه اللي الواحد بيعاني فيها في فصل الصيف الى حد بعيد، وده بيزيد من الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع وعن القيم الحاليه اللي الواحد بيبقى بنقولها لحضراتكم من خلال درجات الحراره ما بين درجتين وثلاث درجات. كمان هيبقى في توقعات في بامطار خفيفه لمتوسطه، قد تكون رعديه احيانا على بعض المناطق من اقصى جنوب البلاد على ابو سمبل وحلايب وشلال، يعني عندنا كل الظواهر الجوية الحقيقة موجودة. وكمان في شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. وجود نشاط كمان للرياح بأغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب. كل مرة تانية الظواهر الجوية تقريبا موجودة النهاردة، لكن بالتأكيد هيكون لنا وقفة مع المزيد من التفاصيل. لكن خلينا نروح سريعا ونشوف انعكاسات ده بقى على درجات الحرارة في كل المحافظات، والبداية من القاهرة. القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر دايما بتبقى نفس المتوسطات في درجات الحرارة تقريبيا، يعني بيبقى في فارق درجة 35 عظمى صغرى 25. السلوم 33 25، العالمين الجديدة الإسكندرية درجة حرارة طبعا رائعة 32 لطيفة جدا، وليلا 25، لكن هو المشكلة بيبقى فيه شوية ارتفاع في نسب الرطوبة. الإسماعيلية 38 25، ما زالت الإسماعيلية حارة. بورسعيد ودمياط درجات حرارة متوسطة لطيفة 33 26. الغردقة وشرم الشيخ درجات حرارة عالية الحقيقة، بنتكلم في 40 درجة بتسجلها الغردقة النهاردة، وطبعا برضو ليلا برضو حارة الحقيقة 30 بالتأكيد، برضو درجة حرارة عالية بالنسبة لليل. السويس 37 24. الوادي الجديد 41 27، دايما بتكون مؤشرات للصعيد الوادي الجديد، وواضح ان النهاردة درجات الحرارة في الصعيد مرتفعة. رفح 34 24، طابة 36 25. بني سويف والفيوم نفس متوسطات درجة الحرارة 37 25، معقولة برضو بالنسبة ان هي محافظات الصعيد. سان كاترين 34 18. بنكمل بقى نروح نشوف محافظات الصعيد اللي هي بتبقى فيها درجات حرارة عالية جدا. الأقصر 42 معقول، يعني بالنسبة لشهر 8 طبعا بنتكلم ان هو لطيفة 42 28. أسيوط 38 25. حلايب وشلاتين برضو لسه في درجات الحرارة مرتفعة طبعا، حلايب النهاردة بتسجل 35 درجة ليلا 29، شلاتين 38 30، وأسوان هي اللي بتسجل أعلى معدلات 43 29 النهاردة. طبعا درجة الحرارة في أسوان 43 بالتأكيد درجة حرارة عالية، فدايما بنوصي حضراتكم كل أهالينا في الصعيد ما نقفش لساعات متواصلة أو بشكل مباشر في أشعة الشمس عشان لا قدر الله ما يحصلش إجهاد حراري.